نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 3 حملات تبتيشية في المحافظة الشمالية والمحافظة الجنوبية، حيث شملت عددا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمل. يأتي ذلك استمرارا لسلسلة الزيارات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها لضمان استقرار واستدامة نمو سوق العمل. وأشارت الهيئة إلى أنه تم تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة في المحافظة الشمالية بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومديرية شرطة المحافظة، كما تم تنفيذ حملتين مشتركتين مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في المحافظات الجنوبية. وأوضحت هيئة تنظيم سوق العمل بأن الحملات التفتيشية أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين وضبط عدد من العمال المخالفين للأنظمة والقوانين.